بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. إخواني في الله، إن أولى ما نظر فيه الطالب وعنا به العالم بعد كتاب الله عز وجل سنن رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي المبينة لمراد الله عز وجل من مجملات كتابه، والدالة على حدوده، والمفسرة له، والهادية إلى الصراط المستقيم، صراط الله من اتبعها اهتدى، ومن سلبها ضل بغوى، وولاه الله ما تولى. ومن أوكد آلات السنن المعينة عليها والمؤدية إلى حفظها معرفة الذين نقلوها عن نبيهم صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، وحفظوها عليه وبلغوها عنه، وهم صحابته الحواريون الذين وعوها وأدوها ناصحين محسنين حتى أكمل بما نقلوه الدين، وثبت بهم حجة الله على المسلمين، فهم خير القرون وخير أمة أخرجت للناس. ثبتت عدالة جميعهم بثناء الله عز وجل عليهم وثناء رسوله عليه السلام. ولا أعدل ممن ارتضاه الله لصحبة نبيه ونصرته، ولا تزكية أفضل من ذلك، ولا تعديل أكمل منه. قال الله تعالى في القرآن: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود. أصي السمعة الفضلة، الصحابة أضر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأقومها هديا، وأحسنها هالا، اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، كما قاله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: فحبهم سنة، والدعاء لهم قربة، والاقتداء بهم وسيلة، والأخذ بآثارهم فضيلة. وهم صفوة خلق الله بعد النبيين عليهم الصلاة والسلام. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله عز وجل: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، قالهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال سفيان في قول الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، قال هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وعن مهر بن مربهم رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: بأيدي سفرة كرام بررة، قالهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال قتادة في قول الله تعالى: يتلونه حق تلاوته، قالهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. آمنوا بكتاب الله وعملوا بما فيه. ومما جاء في السنة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. وسبب تفضيل نفقتهم أنها كانت في وقت الضرورة وضيق الحال بخلاف غيرهم، ولأن إنفاقهم كان في نصرته صلى الله عليه وسلم وحمايته، وذلك معدوم بعده، وكذا جهادهم وسائر طاعتهم. وقد قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة.
وهذا كله مع ما كان فيهم في أنفسهم من الشفقة والتردد والخشوع والتواضع والإيثار والجهاد بالله حق جهاده. وفضيلة الصحبة الكرام ولو لحظة لا يوازيها عمل ولا ينال درجتها بشيء، والفضائل لا تؤخذ بقياس، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومما جاء في فضلهم حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وإنما صار أول هذه الأمة خير القرون لأنهم آمنوا به حين كفر الناس، وصدقوه حين كذبه الناس، وعذروه ونصروه وآووه وواثوه بأموالهم وأنفسهم، وقاتلوا غيرهم على كفرهم حتى أدخلوهم في الإسلام. ويا أيها الإخوان، فما الوعيد لمن آذى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخبر النبي عليه السلام عن الوعيد الشديد لمن آذى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مغفل المسني رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم ورضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله تبارك وتعالى، ومن آذى الله تبارك وتعالى فيوشك أن يأخذه. قال المنامي رحمه الله تعالى: الله الله في حق أصحابي، أي اتقوا الله فيهم ولا تلمسوهم بسوء. ومما جاء في موقف السلف من الصحابة الكرام: لقد عرف السلف الصالح فضل الصحابة الكرام، وبينوا ذلك وردوا على كل من أراد انتقاصهم رضي الله عنهم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. وجاء رجل إلى عبد الله بن المبارك وسأله: أمعاوية أفضل أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال: لتراب في منخري معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير وأفضل من عمر بن عبد العزيز. وقال بشر بن الحارث رحمه الله تعالى: من شتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وإن صام وصلى وزعم أنه من المسلمين. وقال أبو زرعة رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. أحبة الكرام، أخيرا أنصح نفسي وإياكم بحب الصحابة الكرام من غير تفريق بين أحد منهم، لأن حبهم من الإيمان، ولا نبغضهم لأن بغضهم كفر ونفاق. وأسأل الله أن يجعلنا ممن يحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أحبهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوايا أن الحمد لله رب العالمين.